أعزائي المتداولون، أهلا بكم في موقع ديلي فوركس. نستمر في تحليلاتنا لمنتصف الأسبوع، وإليكم التقرير التالي. تدخل الأسواق في وضع عدم المجازفة وفقا لتعليقات الرئيس ترامب، حيث انخفض الدولار الأمريكي والأسهم بينما ترتفع الملاذات الآمنة. صمد زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي مرة أخرى أمس ليوم آخر بمستوى المقاومة القوي عند مستوى 1.1093. انخفض زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بقوة يوم أمس، حيث كان الين الياباني يتمتع بعودة قوية وسط معنويات المخاطرة، حيث انخفض الدولار الأمريكي بشكل عام. حقق زوج الباوند البريطاني أمام الدولار الأمريكي أعلى إغلاق يومي له منذ عدة أسابيع، مع اقتراب السعر من اختراق صعودي فوق مستوى 1.3000. كنتم مع ديلي فوركس، تابعونا غدا للمزيد من التقارير حول أسواق العملات والأسهم.